السلام عليكم ورمضان كريم مشاهدين الأحبة الكرام في كل مكان تشاهدونا وتتابعون مسابقة معارف التراث. احنا وياكم اليوم بحلقة جديدة نارية حاسمة ما بين فريقي جامعة الكفيل وكلية الإمام الكاظم الجامعة. اليوم هذه اللعبة، هذه المباراة، هذه المسابقة حاسمة، وحاسمة يعني اللي يفوز يصعد، أما اللي يخسر فنقول له مع السلامة ونشوفك إن شاء الله بالمواسم القادمة. إذن يا شباب خلونا مركزين، خلونا مسيطرين. الفوز، الخسارة السابقة راحت، ما عادت تنفع. اليوم عندنا فوزين، عندنا فوز واحد، ما نحتاج. اليوم طابين 0-0، اللي يجيب 50 يعبر واللي يجيب أقل يروح. هذا بالنظام الامتحاني. ها اليوم نفس الشيء، اللي يجيب نقاط أعلى نقول له مبروك، واللي يجيب نقاط أقل نقول له مع السلامة. فاليوم لازم نستعد لكلا النتيجتين ونبلش ونكون جاهزين ونحرص على أن نجيب أكثر نقاط ممكنة. نبلش يا شباب بالجولة الأولى وهي جامعة الكفيل، ونتمنى تجيبونا نقاط حلوة وتعززون ما عدكم من رصيد من فوز. بلش ويا محمد. الله يبارك فيك استاذ، لعبة صعبة وحماسية كانت، مسابقة حلوة، أصعب لعبة يعني ذيك اللعبة شفتها أنا. إن شاء الله الفوز. نروح إلى السؤال الأول اللي قيمته 10 نقاط. سميت مدينة الشطرة بهذا الاسم. مدينة الشطرة سميت بهذا الاسم ليش؟ اختيارات: الانشطار، الطريق المؤدي إليها إلى شطرين فسميت الشطرة، أم إلى انشطار النهر فيها إلى شطرين، أم سماها بذلك أهاليها؟ لماذا سميت بالشطرة؟ كل إحنا نسمع الشطرة، بس ليش سموها الشطرة؟ كل إحنا نعرف بالشطرة، بس ليش سموها الشطرة؟ هذا اللي لازم نعرفه منك يا محمد. يلا يا هو الاختيار الأصح. الخيار الثاني إن شاء الله. الاختيار الثاني كنترول. نروح إلى الاختيار الثاني، انشطار النهر فيها إلى شطرين. هل هي الإجابة الصح يا كنترول؟ يقول الإجابة صح، عفية عليك، و10 نقاط حلوة نفتتح بها الجولة الأولى. نكمل ونروح مباشرة إلى حسنين. كمعلومات أقوى إن شاء الله. جاهزين؟ لا ما فكرنا بفريق الخصم. إن شاء الله جاهزين، كسبنا الجميع إن شاء الله. لا لا الصعود إن شاء الله. حسنين جامعة الإمام الكاظم أو كلية الإمام الكاظم الجامعة تحتاج رصيد تفتتح به الجولة. أنت وفريقك خليكم حريصين وتبلشون بشكل صحيح. نروح لسؤالك. سؤالك يا حسنين يقول: من القبائل الكبيرة ذات التاريخ العريق في محافظة الديوانية هي طفيل أو آل حلو أو آل غانم؟ في محافظة الديوانية أي هذه القبائل هي تعتبر من القبائل الكبيرة وذات تاريخ عريق في هذه المحافظة؟ ركز لي وانطيني إجابة حلوة قيمتها 10 نقاط، وخلي نتعادل وتكون أجواء المنافسة عالية بين الفريقين. حسنين وقتك بقى منا 5 ثواني. إن شاء الله مع الإجابة الأولى. مع الإجابة الأولى طفيل يا كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ حسنين يستاهل العشرة يا كنترول. حسنين يستاهل العشرة، وعشرة للأسف لا. الإجابة الصحيحة الغانم يا حسنين. كنا نتمنى تكون إجابتك صح، ولكن ممكن نعوض الإجابة من خلال شبابنا الحلوين والأسئلة القادمة. خلوا ببالكم فكرة، العشرة صح ما بيها قيمة مقابل 30 و50، بس قيمتها كبيرة إذا حصلناها. ليش؟ لأن راح تكسر المعدل بعدين. 50 فرق وياها 10 هواي راح يضيف. زين خلونا مركزين إن شاء الله. نرجع المنتظر. الحمد لله كنا مع جامعة الكوفة، احنا 240 الحمد لله، هم اتوقع 190 واقعا، هم يعني عندهم علمية جيدة، اتمنى لهم التوفيق. شلونك منتظر؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا يا منتظر نروح الى السؤال. قلعة أثرية بناها المسيحيون كانت تستخدم للمراقبة والحراسة، تقع في صحراء كربلاء وعلى الجهة الشمالية الغربية من مدينة عين التمر، شنو اسم هذه القلعة؟
هل هي قلعة بروديل أم قلعة عين التمر أم قلعة البادية؟ يلا يا منتظر. أتوقع الخيار الأول. تتوقع؟ وتوقعك تعتقد راحين تجيك بعشر نقاط؟ إن شاء الله. إن شاء الله. كنترول، نوقف العداد ونروح مع منتظر إلى الاختيار الأول، وعسى أن يكون اختيار صح. صح ولا خطأ يا كنترول؟ نحتاج الإجابة. قلعة بروديل قلعة هي صحيحة الأثرية اللي بنوها المسيحيين. الإجابة يكون صحيحة وحلوة وعاشت إيدك يا منتظر. 20 نقطة. الحمد لله. 20 نقطة مقابل منتظر. علي إن شاء الله ممتازة، لا بيها غبن ولا بيها ظلم ولا متساوي، الكفتين متساوي. أضافتنا معلومات كثيرة، حماسها أكثر. نعم عند البعض وعند البعض لا، لكن أنا أشوف حماسها أفضل وأكثر. عليك يا علي، سؤالك يقول: من أهم وأبرز المكتبات والخزائن العلمية في سامراء هي خزانة الأدب أم خزانة الفتح بن خاقان أم خزانة القيروان؟ أيهما هي الأهم في سامراء؟ 30 ثانية يا علي، ركز لي وانطيني إجابة حلوة بيها 10 نقاط ترفع من رصيدنا وتضيف لرصيدنا ونقلل من الفارق بنفس الوقت. إن شاء الله مع الخيار الثالث. مع الخيار الثالث كنترول، علي يتفق مع خزانة القيروان ويعتقد هي أبرز المكتبات والخزائن العلمية في سامراء. يا كنترول تتفق معاه أو لا؟ كنترول نحتاج إجابة. كنترول يقول أنا لا أتفق، الإجابة غير صحيحة. الإجابة الصح هي خزانة الفتح بن خاقان. خلونا مركزين شباب، خلونا واثقين، وإن شاء الله الأمل كبير. إن شاء الله النتائج تتغير ما بين سؤال وآخر، ولدينا تجارب سابقة في الحلقات الماضية مع مشاهدينا ومع حضراتكم كيف انقلبت الموازين. جولة لا شيء وانقلب الحال. محمد، بعد هاي الأدوار الإقصائية لازم تجهز لها بالعدة والعدد. كلية الإمام الكاظم لا هي صعبة لين دور إقصائي، يعني أي خطأ غلطة الشاطر بلف. سؤالك يقول يا محمد: يتفرع نهر الشافي، أكو نهر اسمه الشافي، يتفرع من هور الحمار ويغذي شط العرب، أو من دجلة ويغذي شط العرب، أو يتفرع من شط العرب ويغذي هور الحمار؟ تحتاج شوية جغرافيا يا محمد، حاول توصل للإجابة، و30 ثانية كافية لأن تجعل رصيدكم 30 نقطة. عندكم 20 ضيفوا لها 10 يصير 30. محمد، توقع الخيار الأول أو الثاني؟ توقع الخيار الأول والثاني. إذا نستبعد الخيار الثالث واحتاج إجابة. نروح الخيار الأول. نروح للخيار الأول يا كنترول، هور الحمار ويغذي شط العرب. الإجابة حمراء لو خضراء يا كنترول، والإجابة خطأ يا محمد. الإجابة الصحيحة هي شط العرب ويغذي هور الحمار. إذن يتفرع من شط العرب ويغذي هور الحمار. خلونا مركزين، خلونا حلوين، 20 حلوة حافظوا عليها. أما رصيدكم يحتاج يتعدل يا صادق. نعم بلي درسنا بيناتنا، يعني وداولنا ودانشنا. إيه هسه كلش صعبة، ليش؟ لعله مثلا يجي سؤال إلى صاحبك، يعني أقصد من اختصاصك، بس هو مو من اختصاصك خطأ، فهو يوقع بي وانت شنو وتظل صافي تقول أنا هذا عرفه أقدر أجاوب. إيه نعم، عندهم فوزين وما عندهم خسارة، صح. يكون الفوز من حليفنا إن شاء الله، على الأقل 10 إن شاء الله. يلا نروح للسؤال ويا صادق ابن العرندس، أحد أعلام الشيعة ومن مؤلفيها وعلمائها في الفقه والأصول. هو من الحلة لو من الناصرية لو من الكوت؟ من الحلة. من الحلة. من الحلة. حلو، الله يعني بسرعة وبدقة عالية. ابن العرندس الحلي معروف جدا. ابن العرندس الحلي. من الحلة. يعني ثبت صالح إن شاء الله. كنترول، الحلة. والحلة حلوة وياك، عطتك 10. إجابة لطيفة صحيحة
قللت لنا الفارق بين الفريقين. ممكن نعدل يا شباب، نتذكر دائما خلونا نواصل تقدمنا يا شباب ونحافظ على ما عدنا. سؤالكم الجماعي يا جامعة الكفيل يقول: قصر العاشق هو من أبرز قصور سامراء، بناه المعتمد أم المتوكل أم الواثق؟ من هؤلاء؟ المتوكل أم الواثق أم المعتمد؟ من هو الذي بنى قصر العاشق في سامراء؟ معتمد لا، عندكم 20 فارق 10 بينكم وبين الفريق الآخر. خلونا مركزين، خلونا هادئين، خلينا نتناقش حلو ونجيب نتيجة إن شاء الله. الخيار الثاني، الخيار الثاني كنترول، أنا راح أوقف يا محمد ونشوف إحنا وياه الخيار الثاني المتوكل إجابة صح ولا خطأ يا كنترول. يصيرون 30 يا كنترول لو لا؟ قول إي كنترول. إجابة 1 2 3 يا كنترول. لا، الإجابة الصح هي المعتمد. يلا، مرة نصيب ومرة نخيب، كلش عادي شباب. عندكم فرصة تتعادلون إن شاء الله ونطلع من الجولة متعادلين. لما نطلع متعادلين هواي تختلف معنوياتنا لما نطبل الجولة الثانية وإحنا متساويين خلاص. سؤالكم يقول شباب، سؤال المجموعة: كلية الإمام الكاظم مدرسة بناها السيد عماد الدين البحراني في كربلاء عام 1961 شباب، هي مدرسة الإمام السجاد، مدرسة الإمام الحسن، أم مدرسة الإمام الباقر عليهم السلام؟ من أو ما هي هذه المدرسة؟ صادق يتولى قيادة الفريق وعسى أن يؤدي بهم إلى 10 نقاط جديدة. مع الخيار الأول مدرسة الإمام السجاد عليه السلام إن شاء الله تعالى. إن شاء الله إن شاء الله. الإمام السجاد متأكدين شباب؟ عندكم وقت يعني 5 ثواني. لا لا، إن شاء الله الإمام السجاد عليه السلام متأكد. كنترول الروح إلى الإجابة الأولى، مدرسة الإمام السجاد عليه السلام، هل هي إجابة صح ولا خطأ يا كنترول؟ كنترول انتظر بعيونهم، الإجابة خطأ، الإجابة الصح هي مدرسة الإمام الباقر. للأسف كنا نتمنى يكون أكو تعادل بين الفريقين ونطلع من هذه الجولة بتعادل، ولكن للأسف ما حالفكم الحظ بالإجابة الصحيحة. ومع ذلك الفرصة لا زالت قائمة لكلا الفريقين فيما سيأتي من أسئلة وجولات قادمة. مشاهدينا الأحبة الكرام، نروح وياكم إلى فاصل قصير، بعد الفاصل نرجع ونكمل حلقتنا لهذا اليوم في مسابقة معارف التراث. خلونا نروح وياكم فاصل وبعدها راجعين. رجعنا وياكم مشاهدينا الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل، ونواصل وياكم حلقتنا في معارف التراث، هذه المسابقة الفرقية بموسمها الثالث وهذه الأجواء التنافسية العالية بالحلقات، يعني نقدر نقول قريب الأخيرة، والتصفيات ما بين كلية الإمام الكاظم وجامعة الكفيل. طلعنا بحصاد الجولة الأولى 10 نقاط مقابل 20 نقطة. الجولة الثانية عدنا بها نقدر نقول 120 نقطة، 4 أسئلة على 30 نقطة السؤال الواحد. 120 تغير المعادلة وممكن تبين عندنا ملامح الفوز والخسارة. خلونا نركز ونكون دقيقين ونكون واثقين بكل إجاباتنا، تمام شباب؟ شباب بلشنا وياكم، خلونا هالمرة نبلش ويا الشباب. حسنين نروح وياك للسؤال الأول. سؤالك يقول: يا حسنين، تقع مدرسة الشربياني الدينية في النجف الأشرف لو كربلاء المقدسة لو الكاظمية المقدسة، وين تصير هذه المدرسة؟ السؤال إلك يا حسنين، ركز لي وانطيني الإجابة وخلي العشرة تصير 20. لا والله ما تصير 20، تصير 40. يلا ضاعف ضاعف نقاطك، اعطينا اجابه صحيحه يا حسنين ان شاء
شاء الله مع الإجابة الثالثة. إن شاء الله مع الإجابة الثالثة يا كونترول. نروح إلى الإجابة الثالثة الكاظمية المقدسة. ثبت. الإجابة تقول خطأ. صادق يقول يا ليت السؤال إلي. صح؟ النجف الأشرف الإجابة الصحيحة. لكن خلونا حلوين ونبقى بمعنوياتنا، وبعد ممكن النتائج غير متوقعة وغير محسومة. نرجع ويا محمد ونروح لسؤالك يا محمد. سؤالك يقول عالم ينحدر من أسرة آل ياسين عضو المجمعين العلميين العراقي والأردني، قال عنه الشيخ محمد هادي الأميني في المعجم ماذا قال؟ قال عالم جليل محقق ثبت ومؤلف متتبع شاعر فاضل أديب باحث متضلع في التراث الإسلامي ومولع في إحيائه ونشره، بعد شنو؟ كثير المطالعة والتأليف والنشر والتحقيق والتصنيف، إضافة إلى ذلك فهو ورع وثقة صالح خبير بالتاريخ والرجال والمخطوطات. فمن هو؟ محمد مهدي الجواهري أم الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد رضا الكاظمي أم السيد هبة الدين الشهرستاني؟ يا محمد من من هؤلاء صاحب هذه المعلومات وهذه التفاصيل الكثيرة التي وردت في السؤال ولعلها مهمة في أن توصلك إلى الإجابة الصحيحة؟ يلا اعطينا الإجابة. أرجح الخيار الثاني. يابا يرجح، حلوة، يرجح، يرجح الخيار الثاني. طيب يعني نثبت على الخيار الثاني إن شاء الله. إذا نرجح ونختار ونثبت الشيخ محمد حسن بن الشيخ محمد رضا الكاظمي، قال بما أن السؤال بهذا الطول فأنا أختار أطول اسم ممكن من الإجابات. صح ولا خطأ يا كونترول؟ إجابة صحيحة، أحييك يعني. إجابة صحيحة. إذا إيش قد صار رصيدنا شباب؟ 20 صارت 50. حلو، خلونا مكملين وياكم يا شباب. وين وصلنا الآن؟ العلي أبو حسين سؤالك يقول من هو الشاعر الذي لقب بالأخطل الصغير؟ إبراهيم طوقان لو أبو القاسم الشابي لو بشار الخولي؟ من من هؤلاء الأخطل الصغير؟ هو بين الأول والثاني. نعم. بين الأول والثاني. يعني شنو؟ تقدر تتأكد؟ تقدر تستثمر وقتك؟ العشرة خليها تصير 40. يا علي قلل الفارق. 1 2 3 إجابة. أبو القاسم. أبو القاسم. أبو القاسم الشابي خير الأمور أوسطها. أبو القاسم الشابي. كنترول. 1 2 3 صح ولا خطأ؟ إجابة خطأ يا علي. الإجابة الصحيحة هي بشارة الخولي. قلنا خلونا مركزين شباب. والله الفارق يعني يفرق بعدين. الخسارة تكلفنا في هذه المباراة، في هذه المسابقة. احنا اما نكمل ونكون امام 5 مليون او 3 مليون او 2 مليون، واما نقول مع السلامة واودعناكم. خلونا مركزين. يلا وين صرنا؟ المنتظر؟ خايف مستعد؟ خايف ومستعد. خايف ومستعد. يلا يا كنترول منتظر خايف ومستعد. والسؤال يقول مدرسة القلباسي من المدارس الدينية المهمة في مدينة النجف، وأسسها مهدي القلباسي لو جعفر القلباسي لو محمد علي القلباسي؟ من من هؤلاء مؤسس هذه المدرسة؟ يلا منتظر ركز لي وانطيني الإجابة الحلوة الصحيحة، وخلي 50 نضيف لها 30. يلا ممكن نصير 80 ونبدأ نحسم التفاصيل يعني. ها يتوقع آخر خيار؟ توقع مجرد توقع. يتوقع آخر خيار اللي هو محمد علي القلباسي؟ أنت ما عندك معلومة يعني؟ ناسي، مو ما عندي معلومة يعني، بس تتوقع. إيه كنترول يقول أنا أتوقع محمد علي القلباسي، وعلى الله تكون بيها 30 نقطة حلوة وتضيف لنا رصيدنا وتكون الأمور مختلفة. كنترول أنا باعب عيوني لأن خايف ومترقب. 1 2
3 يا كنترول، وعفي عليك إجابة صحيحة. 30 نقطة إضافية فوق 50 تصير 80. نرجع وياكم يا شباب، نرجع ويا صادق. صادق نتمنى تكون دقيق وتعوض لنا الفارق. السؤال يقول يا صادق، كيف نميز الخط بأنه من مدرسة عربية كالمدرسة البغدادية أو غير عربية كالمدرسة العثمانية؟ شلون نقدر نميزه؟ من خلال إذا كان على شكل خطوط هندسية، أو إذا احتمل التحريك الإعرابي والتزيين، أو إذا كان مشبع بالزخارف أو بالسخارف. شنو؟ شلون نعرف؟ يلا، 1 2 3. بتكون بس 10 صادق. يلا، الاختيار الثاني ان شاء الله. الاختيار الثاني ان شاء الله. اذا احتمل التحريك الاعرابي والتزيين. كنترول، صادق ورفاقه يتأملون ويتمنون ان تكون الاجابة صحيحة، وان 10 تصير 40 على اقل تقدير. احسن بهواي من ان تبقى 10. يلا يا كنترول، 1 2 3 يا كنترول. الإجابة صحيحة، عفي عليكم يا شباب، ومبارك لكم 30 نقطة إضافية. 40 قابلها 80. شلون يا محمد؟ الحمد لله. طيبة الأمور عندك؟ إن شاء الله طيب. طيبة، حي الله. الروح ويا محمد وسؤاله اللي يقول، من هو أول من صمم وكتب الحلية النبوية الشريفة؟ الحافظ عثمان أم حمد الله الأماسي أم مصطفى راقب؟ من هؤلاء الخطاطين؟ 30 ثانية يا محمد، عليك أن تختار واحد من هؤلاء. حافظ على رصيدك، حاول تزود له 30 نقطة إضافية. 80 تصير 110، ومن نعبر 100 يبدأ الخطر. أشك بين الخيار الأول والثاني، وأروح الخيار الأول. يشك بين الأول والثاني، تسقيط فردي يا شباب. مصطفى راقم من رخصتك، حمد الله الأماسي والحافظ عثمان، ونثبت على الحافظ. حافظ عثمان. كنترول، محمد يقول الحافظ عثمان، شو تقول يا كنترول؟ يقول حمد الله الأماسي. غلط، صحيح. زين، بعد مصطفى راقم لو الحافظ عثمان، أيهما الأخضر؟ أيهما الأخضر يا كنترول؟ أيهما الأخضر يا كنترول؟ هو كان مستبعد مصطفى راقم، أنت استبعدت له أحد الاختيارات الثانية. 1 2 3 يا كنترول، الإجابة صح، عفي عليك يا محمد. حافظنا على النتيجة، نضيف 30 نقطة إضافية ونصير 110. لما نعبر 100 تبدي الخطورة، متفقين؟ هي حتى بالطرقات بالسيارات يقول لك اللي يمشي 120 دق الجرس. هاي بالخليجي، أما الأمريكي لا. يلا، أريدكم تعبرون، مو 120 لا، 180. بس شنو؟ البسوا حزام الأمان وخليكم مأمنين بثقتكم وما عندكم من معلومات. نروح ويا من؟ سؤال جماعي، يعني وياكم كلكم. والسؤال يقول، يعد ثاني متحف في العالم بالنسبة إلى فن الفسيفساء الرومانية بعد متحف فسيفساء زيوغاما في تركيا، وهو من أهم المتاحف في حوض البحر الأبيض المتوسط، وثاني متحف في القارة الأفريقية بعد المتحف المصري بالقاهرة نظرا لثراء مقتنياته. هل هو متحف لمطة، أم هو متحف بشتمو، أم هو متحف باردو؟ أي هذه المتاحف؟ ذكر وين يصير. هو يصير في تركيا. الأول والأخير،
اختيار الاول ان شاء الله. اختيار الاول. خلص وقتكم، اعطوني اجابه نهائيه. الاول. كنترول، الشباب ثبتوا على الاختيار الاول اللي هو متحف لنطا. ما عرفتوا على اي اساس بنيتوا اجابتكم؟ لان الرومانيين عندما يسمون اسماءهم يكثرون من حرف الطاء، فهنا متحف لنطا في حرف الطاء، فيعني لعله من هذا. لعله بس انت ممكن يكون استنتاجك بعيد. اي ممكن. ممكن ممكن، بس يعني هذا المتوفر، فاحنا يعني باعتبار ما عندك معلومه قلت هذا الربط افضل من ماكو. احسنت. زين كنترول، تمشي وياك هذه التفسيرات وهذه التحليلات، لو عندك الامور تختلف يا كنترول. الاجابه الاولى صح ولا خطا؟ يلا يا كنترول، الاجابه خاطئه. الاجابه الصحيحه يا شبابنا الحلوين هي متحف باردو. للاسف 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 ما قدرتوا توصلون الى الاجابه الصحيحه. 110 مقابل 40. شباب السؤال الجماعي لكم يقول، يعني انتم اذا جاوبتوا صح هسه هواي الامور راح تختلف. مع ذلك الجوله الاخيره هي الجوله الحاسمه. السؤال الجماعي لجامعة الكفيل يقول، يلا يا كنترول روح للسؤال. مكتبة ثقافية علمية تاريخية، فضلا عن كونها وثائقية، تضم في رفوفها أصنافا من المجلات التاريخية والأدبية أيضا، وأيضا علوم القرآن والفقه والأصول، ودوريات غير مفهرسة من الصحف القديمة والأعداد الكاملة للوقائع العراقية. شنو هذه المكتبة؟ مكتبة هدايتي وهي في قم المقدسة، أم مكتبة أبو سعيد الوثائقية العامة، أم مكتبة المتحف البريطاني يا منتظر؟ مكتبة أبو سعيد الوثائقية العامة إن شاء الله وبحول الله. لا احنا بعد هذه الإجابة وبهذه الطريقة ما نعلق خلاص. كنترول يعجبك تعذبنا، يعجبك تنطينا الإجابة، أنا واثق بثقة منتظر وروح أقف وياهم وأريد منكم الإجابة صح ولا خطأ، اللي هي الإجابة الثانية مكتبة أبو سعيد الوثائقية العامة. خلاص ننتظر يا كنترول. 1 2 3 كنترول رجاء جاوبناكم الاختيار الثاني الأخير خطأ، احنا أصلا مستبعدي. كنترول ممكن تنطينا الإجابة الثانية فقط حضر، يعني حمرة ولا خضرة؟ راح أخطأ يا كنترول، أنا خايف مثلهم يا كنترول. يلا 1 2 3 يا كنترول يقول صح. عفية عليك يا منتظر، ما لك هذا المعلوم قاريها يعني؟ اي قاريها. شفتوا القراءة يا شباب شلون مفيدة؟ شفتوا المعلومات العامة شلون تفيدنا بهيج المواقف؟ مهمة، خلونا نقرأ ونكثر قراءتنا. زين 140 مقابل 40، الفرق 1 لو 100. زين المية خلنا نعتبرها 1 ونقلل شوية من يعني من فجوة الرقم، تمام؟ لأنه معدهم 40 نحط 1 منه نصير 140. سهلة شباب، خلنا نتفق على هذه النقطة. زين عدنا بعد 200، ممكن ما يتوفقون بالإجابة وتصيرون 240. ممكن لو ما ممكن؟ كل شيء ممكن. وممكن هم يفوزون بس أنتم ممكن تعدلون رصيدكم. ممكن لو ما ممكن؟ إن شاء الله ممكن. إذا كل شيء ممكن وكل شيء وارد. خلونا نودع هذه الجولة وياكم مشاهدين الأحبة الكرام ونروح للجولة الثالثة بعد فاصل قصير. خليكم مركزين متابعين ولا تنسون الشباب من دعواتكم. رجعنا وياكم مشاهدين الأحبة الكرام بعد هذا الفاصل ونكمل وياكم مسابقة معارف التراث وهذه الحلقة وهذه المباراة الحاسمة ما بين فريقي جامعة الكفيل وكلية الإمام الكاظم الجامعة، فنتمنى لكلا الفريقين الفوز معنا في هذه الحلقة، ولكن هذا ما نتمناه، لكن لا يمكن أن يكون إلا فائزا واحدا معنا في نهاية هذه الحلقة. 140 مقابل 40، 200 نقطة بانتظار كلا الفريقين. من سيحصد هذه النقاط ومن سيغير النتائج ومن سيذهب معنا إلى الحلقات القادمة ومن سنودعه ونتمنى له الخير في المواسم القادمة؟ سنحسم ذلك في هذه الجولة. كونوا
معنا، والبداية مع جامعة الكفيل. محمد شلون هالمعنويات؟ عزكم 140 بس هذه يعني مو نتيجة الحاسم، عندنا بعد 200، شلون هالمعنوياتكم؟ الحمد لله إن شاء الله معنويات عالية. معنويات عالية، منافسة جميلة، زين، حماسية. حماسية. مستعد نروح للسؤال؟ إن شاء الله. سؤالك يا محمد يقول: السيد محمد الطباطبائي المجاهد من فقهاء الشيعة في القرن 13 الهجري، ولد في كربلاء وتوفي في قزوين، وكان عائدا من جهاد الروس، ثم نقل جثمانه إلى النجف الأشراف أو كربلاء المقدسة أو قم المقدسة. وين نقل جثمانه؟ توفى في قزوين، لكن جثمانه وين؟ 30 ثانية، قيمة ال 30 ثانية 50 نقطة. ممكن نعزز رصيدنا وممكن نمنح الفريق الآخر فرصة بالفوز. انطونا إجابة صحيحة يا محمد بهذا الوقت المتبقي. إجابة صراحة أنا ما سامع بالمعلومة، بس أعتقد أما كربلاء المقدسة أو قم المقدسة. إجابة أخيرة، إجابة، نثبت على قم المقدسة. نثبت على قم المقدسة، كنترول. نثبت على الإجابة الثالثة. هل هذه الإجابة صحيحة تعزز تقدمهم أم تمنح فرصة إلى الفريق الآخر بالفوز؟ يلا كنترول، قم المقدسة صح ولا خطأ؟ الإجابة خاطئة يا محمد للأسف، غير دقيقة الإجابة في هذه المرة. نتمنى لو كانت كربلاء المقدسة. السؤال اللي ما يجابه هو فرصة لكم بأن تفوزون. حسنين، خلونا أسباع وأبطال ونستثمر هذه الفرص. الفرص تمر بها مر السحاب. صح. سلام الله على أمير المؤمنين. يلا نروح إلى السؤال. خشب ثمين أسود اللون، صلب العود، صنعت منه أغلفة المخطوطات قديما، وكانت تصنع منه الدوات أيضا، فما هو؟ الآسر أم الأبنوس أم الصندل؟ أي نوع من هذه الأنواع هو بهذه المواصفات يا شباب؟ يا حسنين تحديدا. 30 ثانية. شاكب الأول والثالث. شاكب بين الأول والثالث. أنا أحتاج إجابة. تقدر تتأكد من إجابتك، تقدر تركز، تقدر تختار بشكل صح يا حسنين. إن شاء الله مع الإجابة الثالثة. ثواني، خمس ثواني، نثبت على الصندل. إذا نثبت على خشب الصندل، هل هو بهذه المواصفات يا كنترول؟ هل هو أسود اللون وخشب ثمين؟ الأربعين نضيف لها 50 يا كنترول ويصيرون 90. يقول لا، الإجابة الصحيحة ليست كذلك يا حسنين. الأبنوس الإجابة الثانية هي الإجابة الصحيحة. منتظر؟ نعم. متعب الحلقة يعني بهذا المستوى من التنافس صح؟ جدا جدا. يلا نروح لسؤالك يا منتظر، يا رب إن شاء الله يزيل همك وتعبك ونروح للسؤال. كنترول، عالم متتبع في العلوم الأدبية ومتبحر في علوم اللغة، له أوساط القلائد في الروابط والفوائد، هل هو السيد أسد الله الشيرازي أم السيد أسد الله الحسيني أم السيد أبو القاسم التبريزي؟ من من هؤلاء هو الذي سيضيف لنا 50 نقطة إضافية لنكون برصيد 190 نقطة يا منتظر؟ شاك بالأول والأخير. شاك بالأول والأخير، انطينا إجابة وثبت لنا عليها. أتوقع الأولى لو الأخيرة؟ الأول أتوقع. الأول لو الأخير؟ أتوقع الأول. يتوقع الأول، وثبت على الإجابة الأولى، السيد أسد الله الشيرازي. كنترول، إجابة صح ولا خطأ؟ الإجابة خطأ يا منتظر. الإجابة الصحيحة هي الأخيرة، وقريب من مورد شكك، كنت شاك بالأول والأخير. إذا اختار الأخير يا عيني، دخليها 190 حلوة وخل نحسم النتائج. يلا نرجع وياكم شبابنا ونرجع ونقول
الفرصة اللي تروح منا ممكن تجي هنا. شبابنا ركزوا لي، أبو حسين علاوي لازم نجاوب. إن شاء الله. السؤال يقول: قرأ على علي بن عبد العالي الكركي كتاب شرائع الإسلام للمحقق الحلي وكذلك الأربعون حديثا للشهيد الأول، لقب بحيدرة، من هو هذا؟ هل هو الأمير أسد الله بن علي بن محمد الصدر، أم الشيخ تاج الدين محمد العاملي، أم السيد أبو القاسم محمد الجزائري؟ من هو الذي قرأ على علي بن عبد العالي الكركي؟ من؟ 30 ثانية. عندنا إجابة أولى، عندنا إجابة ثانية، عندنا إجابة ثالثة. إيش تختار؟ الأولى أم الثانية أم الثالثة؟ إن شاء الله مع الأولى. إن شاء الله مع الأولى. انثبت على الإجابة الأولى، الأمير أسد الله بن علي بن محمد الصدر. كنترول. رجاء نترجاك هذه المرة، يعني الشباب كلش وضعهم هنا خطر جدا وبحاجة إلى النقاط. أما إذا كانت 50 نقطة فخير وبركة، 40 تصير 90. كنترول، روح إلى الإجابة الأولى. لا رجاء كنترول، الإجابة الأولى. كنترول، الأمير أسد الله بن علي بن محمد الصدر صح ولا خطأ يا كنترول؟ الإجابة صح، وعفي عليك يا علي بعد انتظار طويل والله. يعني يقولون خلاص قلبنا باللهجة العراقية، نريد درجة، نريد نقطة يا شباب. 90 نقطة مقابل 140، إيش قد باقي عندنا؟ باقي عندنا 100 درجة. المئة درجة ممكن نسوينا 190، وممكن هنا الشباب ما يتوفقون وما يجاوبون. لحد الآن الفرصة والنتيجة موجودة وغير محسومة. يلا يا محمد، سؤالك يقول: يكتب تاريخ كتابة أو نسخ النسخة الخطية في الغالب وين؟ في آخر النسخة أو في حاشية النسخة أو في مقدمة النسخة؟ سؤال لك يا محمد، وين يكتب تاريخ كتابة أو نسخ النسخة الخطية بالغالب وين؟ ركز لي وانطيني الإجابة. محمد نجاحكم يعني قريبين من الفوز النهائي، إجابة خاطئة يعني فرصة للشباب بالتعادل. يلا انطيني الإجابة قبل ما تنتهي الخمس ثواني الأخيرة. أروح للخيار الأخير. يروح إلى مقدمة النسخة والخيار الأخير. كنترول، هل هذه الإجابة الأخيرة هي الإجابة الصحيحة؟ يعني هل في مقدمة النسخة بالغالب نكتب تاريخ كتابة أو نسخ النسخة الخطية؟ لو لا يا كنترول، إجابة خاطئة يا محمد. للأسف للأسف الإجابة خاطئة. منتظر يعني ضاج الموضوع، آخر النسخة هي الإجابة معروف جدا. هذا هو نظام المسابقة، هذا هو نظام المسابقة، مرة أنت تصيب ومرة هو يخيب والعكس الحمد ممكن. لله لحد الآن أنتم متقدمين الحمد لله. 90 140، عندهم بعد فرصة أنه يحصلون 50 نقطة، وإذا صاروا 50 نقطة يصيرون 190. إذا صاروا 190 أنت عندكم سؤالين، إذا جاوبتوا وجبتوا 100 راح نوصل للتعادل، وهنا راح يبين الشغل تمام. أما إذا ما جاوبتوا فلا، الأمور حتختلف. صادق، سؤالك يقول، شايفين ضربات الجزاء إحنا فيك هسه حاليا. سؤالك يقول: محمد بن محمد بن النعمان المشهور بالشيخ المفي من الفقهاء الأعاظم، من مؤلفاته الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، دفن في الكاظمية المقدسة، النجف الأشرف، كربلاء المقدسة، كاظمية المقدسة، بغداد الكاظمية المقدسة، في بغداد، بغداد الكاظمية المقدسة. نعم. كنترول، ودفن بجانبه ابن قولويه، كلاهما مدفونان عند الإمام الكاظم عليه السلام في بغداد. حلو حلو. كنترول، رجاء بدون تعذيب هذه المرة قلنا الإجابة صحيحة. الإجابة صح، عفي عليك يا صادق. وبدأنا نشتغل صح، بدأنا نقترب من التعادل.
140. يعني الفرصة يا شباب هسه قوية جدا، وهالمرة ما نذب اللوم لا محمد ولا محمد ولا منتظر، سؤال جماعي ويعني انتم المسؤولين عن الإجابة ككل. سؤالكم يقول: من الرموز المستخدمة في النسخ الخطية خاء لام أو الهمزة أو اللام، وتدل على أن النسخة نسخة بدل أو نسخة أصل أو نسخة قديمة؟ إذا حطينا هذه الرموز شنو تعني؟ يلا يا شباب، الثلاثين ثانية الأصعب في عمر لقائكم في هذه المسابقة. منتظر يقول أتوقع الثاني. منتظر يقول أتوقع الثاني صح ولا خطأ؟ ها إجابة شباب. الفريق يختار الخيار الثاني. الفريق لو منتظر. لا إن شاء الله الفريق. الفريق يختار نسخة الأصل. يقول هذه نسخة أصل نحط عليها رموز خطية وخلاص إنه هي هذه نسخة أصل. كنترول. نثبت على الاختيار الثاني. هل الإجابة تسوينا 190 لو نبقى 140 يا كنترول؟ أنا بوعليهم كنترول. كيو 140. بدل 140 للضجون يا شباب. لحد الآن متعادلين، ممكن هم ما يجابون على السؤال الأخير كذلك. خلينا حلوين، خلينا مركزين، خلينا متفائلين. سؤالكم الأخير يا شباب، كنتوا في مأزق على قولة حسنين، طلعنا من المأزق، رجعنا هسه الآن طبينا، ما نقول بمأزق إن شاء الله، بشدة وابتلاء. خلينا نعبر هذه الشدة والابتلاء بطريقة ذكية وصحيحة، بتفاؤل وثقة ويقين. سؤالكم يقول شباب، إذا جاوبتونا نعبر الروح خلاص، بعد لا نريد أسئلة إضافية ولا أبد. السؤال يقول: مخطوط في الفقه، كنترول، مخطوط في الفقه للسيد حسن بن مرتضى الطباطبائي اليزدي الحائري المتوفى سنة 1310 للهجرة، وسمه، ماذا سمى هذا المخطوط؟ السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي، أم السرائر المستبصرة في نظم التبصرة، أم السرائر في المثالب؟ والله صادق على الله وعليك كان. الأولى إيه؟ ابن إدريس الحلي، يا بيقول الأولى ابن إدريس الحلي، استبعدناها. أما الثالثة تقول في المثالب، وش اسمه الفقه يعني ما يحكي على المثالب أصلا، على الفقه ما يحكي على المثالب، فنقول يا الله وش تقول يعني بعد ما في غير ثانية؟ بس خلي عندنا 11 ثانية إن شاء الله. يلا ما نهم وياكم ترى شباب، أكيد يا الله ثانية خلنا نختار لعله إن شاء الله، ترى شحت يعني ما يخالف إن شاء الله. كنترول صادق، الحلو بيه انه هو ما يقول هذا جوابي وخلص، صادق يقول يابا الاجابه الاولى ما لها علاقه. المن قلت الاجابه الاولى؟ لابن ادريس الحلي. لابن ادريس الحلي. الاجابه الاخيره ايش بيها يا صادق؟ في المثالب، ويعني عاده كتب الفقه ما تتكلم بالمثالب كالعاده كما يقول، الكتب الفقهيه ما لها علاقه بالمثالب يعني. فقط عندنا الاجابه الثانيه. كنترول خليك حنين وياهم، يعني إذا أنطيتهم الإجابة صحيحة راح نقولهم يابا مبارك، كلية الإمام الكاظم أنتوا فزتوا ويانا وباقين، وجماعة الكفيل نقولهم كنا سعداء بشوفتكم، وراح نقولكم مع السلامة. فهسه أنت شو تقول؟ نجيب بعد أسئلة ويطول زمن الحلقة وينشل قلوبنا أكثر لو تقولنا الإجابة صحيحة، السرائر المستبصرة في نظم التبصرة؟ الإجابة شنو يا كنترول؟ الإجابة الثانية يا كنترول وليس الأخيرة. صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ يا كنترول؟ أنا بوع عليكم، ما يسمع أشوف ردة فعلكم. يقول كنترول خلي يسمع دقات قلبنا. يلا 1 2 3 صل على الإجابة صحيحة، عفي عليكم. 140 ما بقت 140، صارت 190. هذا دائما اللي نقوله يا شباب، ماكو نتيجة تبقى على حالها، كل النتائج تتغير. 0-0-0-0، ولكن العبرة وين؟ بالخواتيم.
مبارك يا شباب، وايضا حظ اوفر لكم يا حبايبنا في جامعه الكفيل. كنتم ابطال وكنتم حريصين بان تصلوا الى الاجابات الصحيحه، ولكن اتفقنا دائما انه هذا هو يعني فكره السباق، لابد ان يكون هنالك خاسر وان يكون هنالك فائز، وانتم وصلتوا الى مرحله متساويه من التعادل ومن الاجابات الصحيحه. ولكن هذا هو السؤال الاخير، هو السؤال الفيصل، فلا بد ان نتقبل هذه النتائج سلبيه كانت او ايجابيه. مبارك مره ثانيه لكم شبابنا، وكل التوفيق لكم احبايبنا في جامعه الكفيل، وايضا احبتنا جمهورنا الكرام متابعينا في كل مكان، لكم حصه كبيره في هذا البرنامج، لكم 3 جوائز مهمه ايضا في هذا البرنامج. كل اللي عليكم تسووه انه تجاوبون على سؤال الحلقه. شنو سؤال الحلقه؟ سؤال الحلقه اللي يقول لهذا اليوم يا شباب، سؤال الحلقه ضمن سلسله مخطوطات حليه محققه صدر عن مركز تراث الحله التابع لقسم شؤون المعارف الاسلاميه والانسانيه في العتبه العباسيه المقدسه. شنو؟ كتاب 4 رسائل في الفقه واصوله، وهو من تاليف من هذا الكتاب؟ نتمنى فقط الاجابه على هذا السؤال. أكرر السؤال لمسامعكم وحضراتكم الكرام، ضمن سلسلة مخطوطات حلية محققة صدر عن مركز تراث الحلة التابع لقسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية في العتبة العباسية المقدسة، ماذا صدر؟ صدر كتاب 4 رسائل في الفقه وأصوله، 4 رسائل في الفقه وأصوله، من تأليف من هذا الإصدار، هذا الكتاب؟ كل ما عليكم معرفة من هو المؤلف؟ وإرسال الإجابة من خلال رسالة على الرقم الظاهر أسفل الشاشة عبر تطبيق الواتساب. كل ما جاوبنا على أسئلة أكثر، كل ما زادت فرصتنا بالفوز بشكل أكبر. شنو الجائزة؟ أما نروح إلى المدينة المنورة إلى زيارة بيت الله الحرام، أو أنه نذهب إلى زيارة الإمام علي بن موسى الرضا، أو نذهب إلى زيارة السيدة زينب عليها السلام. كل الجوائز حلوة ومغرية، كل اللي عليكم تكثرون الإجابات الصحيحة وترسلوها على الرقم الظاهر أسفل الشاشة، وإن شاء الله تفوزون من خلال القرعة. شكرا لحضوركم شبابنا أحبتنا في جامعة الكفيل، شكرا لكم شبابنا في كلية الإمام الكاظم الجامعة. نلتقي وياكم مشاهدين الأحبة الكرام في حلقة جديدة إن شاء الله، لكن مع فرق جديدة وفي يوم آخر. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.